تعتبر جمهورية تشيك من أكثر البلدان تضرراً جراء الفيضانات التي اجتاحت أوروبا الوسطى، إذ وصل عدد القتلى فيها لوحدها إلى 8 أشخاص. جسر تشارلز الشهير الذي عادة ما يكون مكتظاً بالسياح أغلق بسبب خطورة المكان، كما أغلقت العديد من الطرقات وسكك الحديد واضطربت حركة النقل العمومي. أنا خائف قليلاً. الأمر يشبه ما حدث منذ 10 سنوات. الأمر مخيف، لكن على الأقل هذه المرة هناك البوابات الكبيرة. الحكومة أعلنت حالة الطوارئ والمدارس أغلقت أبوابها ودعي الطلاب لملازمة بيوتهم. نشعر بالحزن، لقد جئنا بالأمس وعدنا اليوم وسنأتي غدا. ربما سينخفض مستوى المياه لنقطع الجسر، علينا فقط أن ننتظر. في حديقة الحيوانات في العاصمة تم نقل نحو 1000 حيوان إلى المرتفعات. يبدو لي أن أغلبية الناس هنا في براغ يتحكمون في أعصابهم حول ما يحدث، لكنني تحدثت إلى بعض الأشخاص الذين يتذكرون كيف دمر الفيضان المدينة منذ 10 سنوات، وهم خائفون من تكرار ذلك اليوم. هاياغوش أندريا، أورو نيوز، براغ.